المختصين في مجال البناء وغيره من تنظيم المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان، باش تلقاو ورشات، باش تلقاو لقاءات، كيف كيف باش تلقاو في فرص للانتداب. اكثر تفاصيل اليوم سعيد جدا نعرفوها مع ازر بن عماره مكلف بالتطوير. صباح الخيرات. صباح الفل والياسمين، نورتنا، مرحبا بك. دوك بصنعة اليد نبني مؤسسة الغد، هذا الشعار اللي انتم اخترتوه. اليوم نحكيه على 2021 فيفري. نعرف شوية شكون هو ساعة المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان. سيدي ساعة، نهاركم زين، صباح الخير لكافة مستمعي كابا فام. نشكرك انت على الاستضافه وبارك الله فيك، يعطيك الصحه، نورتنا، يعيشك. المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان انطلق في التكوين يعني من سبتمبر 1987 وعيدت الهيكله نتاعو في سبتمبر 2002. يعني المركز القطاعي، الهدف الاساسي للمركز القطاعي يعني في البناء بسليمان هو تامين جوده التكوين، وذلك لتلبيه الحاجيات المؤسسات الانتاج في قطاع البناء. يعني نوفروا يد عام، نوفروا يعني مش نقول انا يعني كفاءات في كافة مراحل البناء، يعني كفاءات مختصة، فهمت ولا؟ وشكون فينا اليوم الاختصاصات يعني اللي يوفرها المركز هي من ضروريات الإنسان العادي، يعني الناس الكل شكون اليوم فينا ما يتطلبش، ما ماهوش في حاجة للبلومبي، ماهوش في حاجة للإلكتريسيان، ماهوش في حاجة للبناي. يعني من حظ المركز القطاعي أنه كل شيء موجود عندنا، يعطيك الصحة. اختصاصات المركز هي، أنا حكيت في إذاعات سابقة، أنها حيوية استراتيجية يطلبها المواطن التونسي الكل، يعني مطلوبة جدا. نحبنا نفتح قوس صغيرة هنا، تأمين جودة التكوين بطبيعة الحال هنا يأمنها مكونون يعني أكفاء، يعني فورماتير اكفاء يعني ذو جوده عاليه، منفتحين على العالم يعني المؤسسات وكل ما هو يعني تطور يعني كبير، يعني وخاصه تطور رقمي في البناء. وكذلك يعني اصطاف يعني فريق اداري ذو حرفيه عاليه. نشكر الجميع كلهم على الحرفيه نتاعهم وعلى يعني حسن العمل والاجتهاد. نرجع دونك، قلنا هو يعني المركز القطاعي دونك بناء وتوابعه. يعني الاختصاصات هي دونك يعني عندنا يعني البناء بطبيعة الحال، عندنا الالكتريسيتي كهرباء، عندنا الدينة، لا مش دينة، كل ما خلينا بعيدين عندهم. تفضل سي إزر. قلنا البناء، الكهرباء، والبلومبيري اللي هو تجهيز حراري وصحي. نحب نقول دي بلومبيري خاطر باش المواطن العادي يعرفها كان بلومبيري، بلومبي نقولوا احنا. وعندنا قيس الاراضي. مستويات التكوين هي شهادة كفاءة المهنية في البناء، شهادة كفاءة المهنية في البناء دوم عام، شهادة كفاءة المهنية أيضا في مركب كهرباء البناء دوم عام ونص، وشهادة كفاءة المهنية في البلومبي يعني دوم عامين. من بعد المستوى الثاني اللي هو مؤهل تقني المهني في رئيس حظيرة بناء، كذلك الدوم عامين. المؤهل باش نقول حاجه باش ما نقعش نعاودها برشا مرات، هو مؤهل تقني مهني في التكوين المهني، راهو يدوم عامين في الاختصاصات الكل. من بعد عندنا رسام مصمم في البناء، وعندنا زاد كذلك مطار مراقب في البناء، وعندنا يعني مؤهل تقني مهني في رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائيه، وعندنا مؤهل تقني مهني في المساح تقني مساح في قيس الاراضي. ونتعداو المستوى الثالث اللي هو تقني، اللي هو مؤهل تقني سامي مسير اشغال بناء. يعني كي نلاحظوا تو هنا ولات نقولوا احنا باقه يعني كي نحب نعبر نقول سامبوكي فيها كل شيء. يعني اختصاصات المركز هي اختصاصات المواطن التونسي. والشباب التونسي اللي خرج من القرايه واللي ما لقاش خدمه في اختصاص وراهو ينجم يعاود، معناها تو راهي مربوطه النظام التشغيلي في تونس مربوط بالمجالات اللي تستقطب اكثر عروض الشغل، واللي هو البناء في تونس والتبعات والاختصاصات الاخرى اللي ترافقوا راهو بالحق كنايز. الدومين هذا اللي يدخلوا راهو معناها مورد رزق به برشا، وانت تاكد لنا الكلام هذا، معناها ما فيهوش ضياع. هذا اللي باش يعرفوه مستمعينا بليتو المشتركين في الايام الابواب المفتوحه، هكا سميتوه. علاش سميتوه الايام الابواب المفتوحه؟
مفتوحه قبل زاد حبينا نوصل لك الابواب ربي كانت تسمح مع القرى والقطاع البناء راهو يشهد ثوره تكنولوجيه كبيره يعني تو البناء تو ولا عصري ولا ما عادش بالطريقه التقليديه واللي يعني البني مش قبل وتعب قبل وجهه قبل وشقا قبل راهو كل شيء تغير يعطيك الصحه اش خلانا احنا ندخل في شراكات اجنبيه احنا عندنا شريك استراتيجي للمركز اللي هو منظمه الاعراف البافاريه الالمانيه بي بي دبل بي دخلنا معها في شراكات من منذ 2020 وتوجت بعديد يعني النتائج الطيبه ومن ناحيه يعني المتخرجين اللي تخرجوا في نقول احنا في الكاليفيكاسيون بارسيير اللي خاطر هي القرايه مع الشريك الاجنبي الالماني يعني بي بي دبل بي دوم 6 اشهر وكذلك من ناحيه الامكانيات اللي توفرت للمركز يعني ما شاء الله عندنا تو امكانيات حديثه متطوره جدا ثم فقره اخرى نحب نقولها لكم راهو في الابواب مفتوحه هذه مش يصير اعلان عن برنامج رقمي ورشه رقميه في البناء اول مره تصير في تونس يعني هذاك علاش انا دعوتك باش تزورها واستهوات زاد يعني برشا الناس مش يحبوا يزورها غاديك يحبوا يكتشفوا اش معناها ورشه رقميه في البناء هذه زاد بالشراكه مع الجامعه الوطنية للبناء في تونس ومقاولي الأشغر مشاركة معنا في البرنامج هذايا كذلك بي بي دبل في الألمانية وكذلك وزارتنا وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وكذلك وكالة التشغيل يعني الوكالة التونسية للتكوين التشغيل والعمل المستقل يعني مكاتب التشغيل الكلهم مشاركين معنا في البرشة الرقمية هذه باش نشحها ولزمها تاخذ يعني صدى كبير برشا خاصة عند الشباب البرشة هذه فيها بارتي ديجيتاليزاسيون يعني بناء ثم البناء استعملوه عن بعد يعني ثم شهرين يعني يقراوا البني عن بعد يعني ثم ديكور يتحطوا على بلاتفورم وجا وركزنا غاديك يعني آلات حديثة كل ما يهم الانترنت وكل ما يهم البي سي وكل شيء يعني ثم وقع تجهيز المركز يعني تقنيات حديثة من أجل المشروع هذايا ما نحبش نحكي لي برشا نحبكم تجيو غديك وتشوفوا برشا حاجات اخرين نتعداو للابواب المفتوحه خلي المواطنين 120 و21 يعطيك الصحه الابواب هذه المفتوحه احنا الاختصاصات نتاعنا كما قلت لك هي حيويه استراتيجيه ما نحكيوش فيها يعني ما يختلفش اثنين فيها يعني طبعا. احنا الناس الكلية تحتاج البلومبي انت مش تطلبوا تحبت له وقت باش يجيك ما يجيك في نهار الكتريسيان كيف البناية يعني حتى يضيع لك الوقت يعطيك الصحة ولكن احنا لاحظنا انه برشا شباب مازالوا ماك مترددين من الفكره القديمه خاصه نتاع الشباب نتاع تو يقول لك البناي احنا ايجا غديك تو وشوف ويجا انت صح انت تو بناي انا ثم مكاكن غديك ثم الات كن وقع انت كشباب كي توقف قدام تعجز باش تنجم تخدم يعني في البني تعجز باش تخدمها المكان هذيك وتخدم عليها في البني فهمت ولا يعني مش سهل تو البني الناس تحكي على الرقمنة وتحكي العولمة وكذا كذا يعني ثم ما نحبش ندخل في تفاصيل اخرين خاطر ثم حاجات تحبتون برشا وقت ما نحبش نذكرهم باش ما نحقرهمش خاطر فريمون في شيء حاجة يعني حاجة كبيرة 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 جدا في عالم البناء وفي العالم الكل يعني ما عادش البني راهو في بالك تو الكاي تشارج والصفقات الكبيرة بين الدول راهي تتم على دي لوجيسيال ما عادش راهو كي نقول لك كلمة بركة البيم نخلي الشباب وخلي الناس تحكي تتفسرها ويدخلوا على يشوفوا البي مش معناها تو في البناء وتو احتدموا حد مكتشفوا نرجع الأبواب المفتوحة دي مش تكون يومية 20 و21 فيفري الجاري بالمركز القطاع اللي تكون في بناء بسليمان خرجنا عن النمطية القديمة بتاع الأبواب المفتوحة اللي هي عادة يعني في النسبة 90% تتم في نفس النهار والناس كل تروح وهنا عملنا أبواب هنا عملنا ديزافيش هنا قلنا السونتر عنده ما عندش يقري ما يقريش وروحنا روحنا لا المرة هذه حبينا نعمله بالشراكة مع المؤسسات المحيطة يعني المحيط الاقتصادي اللي يخدم مع الـ مع الـ مع المركز نتوجه بالمناسبة هذه بتحية شكر لجميع المؤسسات اللي اقترحت عليهم الفكرة وعجبتهم يعني ودعمونا بالحضور متاعهم وقول لك تو عندي مثلا عندي تقريبا 14 شركة رائدة في ميدان البناء والتوبيع يعني في تونس حاضرة معنا غاديكا شركات يعني في مثلا شيء مش تلقى مجيل غادي مش تلقى شركات في مجال البناء يعني البني مش تلقى شركات في مجال في اختصاص الكهرباء مش تلقى شركات في تمثل قطاع التوبوغرافي قيس الاراضي مش تلقى شركات تمثل البلومبيري يعني تجهيز حراري وصحي
الشركات هذه بطبيعة الحال يعني وجودها يعني ليس فقط كذلك العرض، زاد لتأثيث مداخلات وورشات، وزد على ذلك ستقوم بورشات حية. يعني مثلا نقول لك ثم شركة مش تعمل ام بي تي دلاج، مش تصب صبة صغيرة، مش توري كيفاش عندها تقنية جديدة، ما نحبش نذكرها زاد كيف التقنية جديدة جديدة جديدة. شركات أخرى يعني ما شاء الله اللي مش يجي غادي مش يلقى كل شيء. الصناعي نجم يجينا، صناعي ينجم يجي غديك ويستخص انهم تاع ولايه نابل كشركة، ما عنديش حق نسمي الشركات، ولكن يعني يتعاملوا هما انا جبت شركات كبيره رينومي في تونس بعينها، خاطر باش اللي يسمعهم في الافيش نتاعنا في الوحده يقول لك هاي قريبه خلينا نشوف واش عارف تعمل، شنو الورشه اللي باش تعملها غادي خلينا نشوف. كذلك خريجي مراكز تكوين المهني ينجموا يجيونا كليك غديك باش يثبتوا شنو واش تم. حب نزيد اضافه الى المؤسسات، راهو عندنا عندها حاضرة معنا بستون، يعني يقول احنا عندها فضاء معين غديك في المركز وستقدم خدمات. كذلك عندنا مركز يعني بي تي اس حاضر، بنك التونسي للتضامن حاضر معنا غادي. هذه ومضات اشهرية سي ازر، هذه مضات اشهرية للعادية. لا لا بالبنك التونسي، بنك التونسي حاضر يعني حاضر معنا، مش يأثث مش يأثث. عندنا زاد مكتب التشغيل، مكاتب التشغيل حاضر. تنقول لك علاش هي مش وضمات اشهرية على باش المواطن يعني باش يجي غديك تنقول لك تومنين احنا خاطر علاش خاطر لازم اظن نقولهم، خاطر احنا كي نسمع الولي يسمع اللي عنده شيء فما غادي باش يلقى مراكز وديزاجونس اللي هما باش يعاونوكم ويمولوك واش ماهوش باش يلقى روحه معناها وحده، حتى من الناحيه الماليه باش يلقى. طبعا على ذمه الايام هذوما انكم اليوم جبتوا مراكز باش تدعمهم وتسهل عليهم المأمورين. فوالا اللي باش يجي غادي باش يلقى ينجم يجيب معاه سي في، يحكي مع شريكه، يلقى مش يلقى مش يسال على كيف مش ياخذ قرض، كيفاش مش يعمل كونتراتو. اظن كليك الاجابات مش يلقاهم غاديك على عين المكان. الولي زاد اللي ما يعرفش تكوين مهني فرصه باش يجيب ولده، يعني هي ايام مفتوحه للناس الكل مستوى الاعمار. نفكروا البلاصه، خلينا نعطيهم البلاصه اللي هي اكزاكتومون وين بالضبط. هو المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان ولايه نابل في سليمان طريق البحر، يعني معروف برشا الناس، هو طبعا تابع الوكاله التونسيه للتكوين المهني. التكوين المهني واللي تكون مجانيه تقريبا، مجانيه احنا بدون مقابل. الهدف نتاعها هو استقطاب. طبعا شكون نجم يضيع نهير كيما هكا؟ يعطيك الصحه هكا والله كنيز. ونتصور ان في بلايص اخرين راهم يتعاملوا برشا فلوس، دونك فرصه للمجتمعين باش يكونوا نهار 2021 ابارتير من 9 نتاع الصباح بالمركز بسليمان. نحب نقول راهي كلمه الختام، يعطيك الصحه يعطيك الصحه. راهو الحضور مؤسسات كبيره راهو في مركز في مراكز كيما هكا نتاع التكوين المهني وخاصه مركز سليمان، راهي ماهيش عمليه سهله وهينه. راهو فريق شركات كبار باش يجيو من اجل انك يقربوا للمواطن ويقربوا للتكوين ونحسوا العباد راهو باش يجيو يثبتوا ويشوفوا شنو ثم جديد بصفه عامه في كل وكما قلت انت يعني انت المواطن يجي وهو ولده هنجم حتى عائليا يعني حاجات عائليه تجي تدخل باش تلقى الورشات نتاع المركز محلول الاقتصاد الكلي، مش تلقى الشركات، مش تلقى المكاتب كما قلت لك الناس كل المكاتب التشغيل، مش تلقى كذا كذا. يعني مثلا يمشي يجي غادي باش يلقى كل شيء موجود، كل شيء موجود متوفر. دونك يلقاو اكثر تفاصيل على صفحتكم على فيسبوك. يعطيك الصحة في صفحة الفيسبوك نتاع السنتر اللي هي اسمها المركز القطاعي لتكوين بناء بسليمان. المركز القطاعي للتكوين المهني، المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان. المركز القطاع للتكوين في البناء بسليمان. اكثر التفاصيل موجوده على ذمتكم سي ازر، شكرا لك، يعطيك الصحه، بون كوراج لكم. كلمه الختام تفضلي. يعيشك يعيشك. نحب ديما نخدم الفرصه هذه ندعو شباب واولياء مدينه سليمان والمناطق المجاوره لها، راهي فرصه، راهي المؤسسات الاقتصاديه الكبرى في تونس راهي عندنا بحذنا في السنتر غديكا. ما تفلتوش الفرصه هذه باش تعرفوا التكوين في البناء شنو قاعد يصير فيه، وخاصه بعد التكنولوجيا. تو رانا نحكيوا على تكنولوجيا في البناء. تفضلوا بحذانا الاولياء، الناس الكليكه يعني ما فيهاش عمر، الناس الكليكه النجم تفضل بحذانا يعني من تونس حتى البلغاردان. تفضلوا بحذانا فرصه ما تضيعوهاش، فرصه ما تضيعوهاش. شكرا لك ازر بن عماره، مختص في البناء، وكيف كيف مرشد في هذه الايام. نهارك طيب، شكرا لك. 9:16 دقيقه نتلقى في اخر الاخبار الجهويه الوطنيه والعالميه في موجز اخبار 9:30 على كابا فيم، ولكن قبل موزيكا وراجعين.